لما يقسم يقسم عبثا. انتبهوا إلى الفجر يا أخوان، شد الهمة على الفجر وشوفوا تتبدل حياتك ولا لا. أول يوم بتتعب، ثاني يوم بتتعب، ثالث يوم بتنام بكير، بعدين بتصير من أهل الفجر. أهل الفجر هم أهل الله، أهل الفجر هم أهل القرآن، أهل الفجر أهل الولاية، أهل الفجر أهل العطاء، أهل الفجر أهل الإكرام، أهل الفجر أهل الإنعام. أهل الفجر هم الذين يسيرون على نسق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفجر وين الفجر؟ الفجر بده رجال. الله عز وجل يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. باتفاق أهل التفسير يعني مش قرآن الفجر، إن صلاة الفجر. هنا قال القرآن وأراد به الإيه؟ الصلاة التي يقرأ فيه القرآن. فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة وتصعد به إلى الله فيسألها ربي تبارك وتعالى عن هذه الأمة ماذا تريد وماذا تفعل وماذا تجيب، فيتفضل عليها ربي تبارك وتعالى بفضل من عنده وجود من عنده وكرم من عنده. يا ابني لا تضيع الفجر، يا ابني قم، انت رجل، انت رجل، قم على الفجر وأثبت أنك تحب الله.